انطلقت منافسات بطولة الجمهورية للشركات رقم 57 واللي بيتم إقامتها في المدينة الرياضية ببورسعيد. بدأت الفعاليات بطابور العرض اللي تقدمه على مصر وتضمنت عدد من العروض الفنية في المدينة الرياضية ببورسعيد، ومن المقرر أنه يشارك فيها على أرض بورسعيد 22 ألف لاعب ولاعبة ومدرب وإداري بيمثلوا 261 شركة ما بين بقى القطاعين العام والخاص. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المنافسة وهذه البطولة من الأستاذ محمد عثمان هارون، رئيس الاتحاد الرياضي العام للشركات. صباح الخير حضرتك أستاذ محمد، وبعد التحية لو حضرتك تكلمنا أكتر عن الفعاليات اللي شهدتها انطلاق منافسات بطولة الجمهورية للشركات في محافظة بورسعيد. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا بحضرتك. بطولة الجمهورية للشركات دي رقم 57 كانت انطلقت الشعلة من مدينة الأقصر يوم 23/8 الماضي، وانطلقت من عاصمة السياحة والثقافة والرياضة وعاصمة السياحة والتاريخ. كان مشاركنا فيها محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب العمارة. انطلقت الشعلة من الأقصر يوم الجمعة 23 وصلت أمس إلى مدينة بورسعيد المسيرة. طبعا دي اصلا هذه البطوله مقامه تحت رعايه معالي دوله الرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. طبعا تشرفنا باشراف الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وفي رحاب معالي الوزير محب حبشي محافظ بورسعيد. البطوله دي رقم 57 حضرتك، الحمد لله خلال 57 عام لم تتوقف هذه البطولة عن الاشتراك، لأنها بدأت من عام 66-67. على مدار 57 عام الحمد لله تم انطلاق هذه البطولة أمس في احتفالية أمسية كبيرة، احتفالية كبيرة تشرفنا فيها برضو ببعض السادة الضيوف من الاتحاد العربي، الزميل والصديق الاستاذ سعد الحميدي والاستاذ عبد الكريم شوشاي من الجزائر، من لبنان والجزائر يعني. وكانت طبعا جميع الساده التنفيذيين بالمحافظه كلها والساده النواب اعضاء مجلس النواب مجلس الشيوخ. البطوله رقم 57 بيشارك فيها تقريبا 22800 مشارك. عدد الفرق المشاركة 1430 فريق. الدروع اللي بتنافسوا عليها أربع دروع، في درع العمومي يعني اللي هو السن إلى حتى أقل من 35 سنة، وفي درع الرواد اللي أعلى من 35 سنة فأعلى حتى فوق 60. وفي درع الثالث اللي هو الثقافة والفنون، ده بيضم العديد من الألعاب والمسابقات. زي ايه يا فندم؟ ايه هي الالعاب والانشطه اللي موجوده في البطوله؟ في الالعاب بالنسبه للثقافه والفنون، في الموسيقى الوتريه والموسيقى النحاسيه، وفي الانشاد الديني، وفي المسرح، جميع وفي اختبارات الثقافه، اتحادات ثقافيه يعني على الثقافه العامه. في حضرتك بالنسبه للدرع الرابع هو متحدي الاعاقه، وده الحمد لله يعني احنا مواصلين على دايما تنظيم كل عام من زمان يعني من فتره. في تنس طاوله معاقين، وفي طايره سيدات ورجال للاخوه والابناء المعاقين. عباره عن 142 مسابقه، 50 للعمومي و82 للرواد، 10 مسابقات ثقافه وفنون و10 بتحدي الاعاقه. جميع الفرق المشاركة طبعا، عدد اللاعبين اللي تقريبا 19600 لاعب يعني، الباقيين ما بين مدربين اداريين مقررين حكام مساعدين حكام. بتبقى بمثابة معناه اولمبياد مصغر لجميع الالعاب اللي موجودة في الرياضة عموما، ودي مكملين عليها الحمد لله انها في استمرارية لجميع الألعاب، كرة قدم وسلة وطايرة ويد وهوكي وسباحة وألعاب كرة، كل الألعاب الرياضية الموجودة، عشان كده احنا سمينا الأولمبياد المصغر بالنسبة لمصر يعني في الرياضة المصرية في جميع الأعمار السنية.
دي تعتبر ممارسه رياضيه بيشارك فيها جميع العاملين المنضمين للشركه، حتى ان هذا الاتحاد طبعا حضرتك بيضم 365 شركه منضمين، يتم التصويت بينهم على مستوى 5 مناطق، بيستعادوا بطولة الجمالية دي بتتعمل خلال شهر 9، كانت بتتعمل في اسكندرية الماضي منذ أكثر من 12 عام أصبحت بورسعيد نتيجة التسهيلات الكويسة جدا اللي هي بتبقى موجودة من سهولة الوصول للملاعب المختلفة هنا في بورسعيد من جميع الملاعب طبعا. بكل تأكيد يا فندم، لكن خليني أسأل حضرتك سريعا، مدة تنظيم البطولة قد إيه؟ وإيه المعايير اللي على أساسها بيتم اختيار الفرق أو اختيار الشركات اللي بتشارك في المنافسة؟ فيه الاتحاد يضم 5 مناطق على مستوى الجمهورية فرعية، منطقة القاهرة، منطقة إبلي، منطقة القناة، منطقة الدلتا، منطقة غرب الدلتا. الخمس مناطق يتم المشاركة بتنظيم بطولات تصفيات اعتبارا من شهر يناير إلى شهر أبريل وماي. بيتم فيها المشاركة لجميع الشركات المنضمة لكل منطقة. أول 3 فرق في كل منطقة بتصعد بطولة الجمهورية. عشان كده بتتعمل كانها بمثابه التصفيات، زي التصفيات اللي بتبقى عشان للوصول للاولمبياد واي دوله يعني موجوده يعني. نعم جميل جدا يا استاذ محمد، وكويس انه يعني انا كنت متخيل انه يعني في اهتمام فقط من خلال هذه المنافسات بالالعاب الرياضيه المختلفه، لكن حضرتك ذكرت انه في اهتمام كمان بالفنون والعزف والموسيقى، فدي حاجه مهمه جدا ان الشركات تسلط الضوء عليها ومن ثم تكتشف. في مسابقه جواله جميله جدا يعني، بيعملوا حاجات رائعه يعني، في فنيات كثيره جدا يعني، حتى بيعملوها في 5 فرق بتبقى مش 5 شركات تقيله جدا موجوده بتعمل في مسابقه الجواله بنفسها، بتبقى شرسه جدا يعني، بيعملوا حاجات تشكيليه وواقعيه جميلة جدا يعني، تتناسب مع الأوضاع في العالم كلها يعني، ممكن تتعمل سقالة، ممكن تتعمل مساجد يعني، في حاجة فخر يعني طبعا يعني. لا والإبداع ملوش حدود يا فندم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد الرياضي العام للشركات، شكرا لحضرتك يا فندم على كل هذه الإيضاحات.